احنا يعني كشرطه مجتمعيه كل المحافظات عندنا رعايه لاحقه ندخلهم. هو هذا السؤال سياده العميد، عفوا. زيارات ميدانيه للبيت الحمد كل 15 يوم نحقق زياره نستفسر منهم وايضا نعيد دمجهم تقديم دعم نفسي نعيد دمجهم بالعائله نفسها. احسنتم، يعني هذا دور الشرطه المجتمعيه ترى. نعم. يعني اغلبهم ما يعرفوا، يعني اكو متابعه. نعم. للحاله اكو متابعه للحاله. كل الحالات الحمد اللي نشتغلها عندنا متابعة لها. جيد. يعني مو فقط التجارب البشر، حالات الانتحار، حالات الابتزاز اللي ممكن أن تولد قضايا.